عبد العزيز. يلا عزوز. مالكم تكا كاتم كتا كنكم البارحة مالكم خطا كتا خطا هذه. يلا عيد أنت قرها لي هالحين وش هي. مالكم تكا كاتم كتا كنكم البارحة مالكم تكا كاتم كتا كنكم خطا شباب خطا خطا وشو خطا مالكم أنا ما أشوفها ترى. مالكم مالكم تكا كاتم كتا كنكم البارحة مالكم تكا كاتم كتا كأتم البارحة مالكم تكا تك مالكم تكا كتأتم كتا كا ك يا هذا هو ايش؟ والله العظيم تعجيز هذا. انت تحدك تقول. انا بالنسبه لي ما اعرف اقولها تعجيز ولكن انا مش انا اللي حطيت الاسئله. انا بالنسبه لي مش انا اللي حطيت الاسئله. طيب شوف جملة أنا متأكد كلماتهم بتكون أطرق الباب مرتين أطرق الباب مرتين. إيه طيب إحنا متعمدين ما إحنا متعمدين نحط لك تكرار الجملة. يلا عند الشلفة أنت تحديت الشلفة صح؟ إيه تعال جي سار. يلا من اللي بيكرر؟ بعدين يلا روح. ما لكم تكأكأتم كتأكأكت يلا هذا المرة الثانية الحين. يلا عيد كتكأكؤكم عندك ثلاث مرات. يلا ما لكم تكأكأتم كتكأكأتم البارحة ما لكم تكأكأتم يلا عيد آخر ما مرة. ما لكم تكأكأتم كتكأكؤكم البارحة ما لكم تكأكأتم كتكأكؤكم البارحة ما لكم إلا صح والله إنه صح والله إنه صح صح واصل واصل صح يقولون ما لكم تكأكأتم كتكأك خلاص زين خلاص خلاص يا عبود. يلا يلا نصف القيمة. ما لكم تكاتكم البارحة خلاص خلاص شباب يلا يلا عطونا القيمة شباب. القيمة كانت لهذا السؤال ونصف القيمة راحت لفريق. خلاص عطونا القيمة 3,750 مباشرة تروح إلى فريق الشلفة وتخصم من فريق شداد. يلا عطونا الطواقي لفريق الشلفة. يلا عبود والله انها سهله. يلا عطنا تتحدى من 11